استقبل المستشار الدكتور حنفي دبالي رئيس مجلس النواب بيونغ سيوغ بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر. خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي دبالي أن مجلس النواب بصدد تدشين جمعية للصداقة مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية. كما أكد دبالي أن العلاقات الثنائية المصرية الكورية تشهد طفرة خاصة في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وهو الأمر الذي يلقي بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون بين البلدين. عقب اللقاء اصطحب المستشار الدكتور حنفي دبالي نظيره الكوري في جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس. استمع خلالها المسؤول الكوري والوفد المرافق له لشرح واف حول تاريخ الحياة النيابية المصرية.